هو طالب التحكيم اي الاخ امير رحيم جاسم عضو هيئه عامه نادي الزوراء. اقرا لي القرار. وطلباته كانت هو طلباته كانت أي؟ ابطال نتائج انتخابات نادي الزوراء. هاي طلبات طالب التحكيم. القرار؟ شنو القرار؟ والقرار قررت الهيئه أي؟ اللي هي هيئه التحكيم أي؟ رد طلب طالب التحكيم. نعم. وتحميله زين وتحميل طالب التحكيم الاجور والمصاريف. صدر الحكم استنادا لاحكام المواد 9 و11 و14 من قانون الانديه المعدل والمواد 2 و21 و22. طيب.